على بعد 500 كيلومتر شمال شرق موسكو تمتد غابات على مرمى البصر، وتحاول روسيا استغلال غاباتها الكثيفة لتقليل اعتمادها على صادرات النفط، خاصة بعد زيادة الطلب الأجنبي على خشبها. وبالفعل أقيم أول مصنع في روسيا لتصنيع الألواح الخشبية المصفحة التي تكون قوية بما يكفي لإنشاء مبانٍ متعددة الطوابق. نحن نشهد حاليا طفرة في صناعة الأخشاب. نحن الآن لاعب ناشط في هذا السوق. يتم بناء المباني الشاهقة في جميع أنحاء العالم. هناك طلب قوي على المنازل الفردية. لا شك في أن هذا هو مستقبل روسيا. وتمثل الأخشاب والمواد المشتقة منها نحو 3% من الصادرات الروسية. وبحسب مسؤولين فإن المواد الحيوية بما في ذلك الخشب لها مستقبل مشرق. وتشير الإحصاءات أن طلب المستهلكين على المنتجات البيئية والطبيعية آخذ في الازدياد في الآونة الأخيرة.